بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر مدير مصرف جمهورية كاباو على ما بذلوه من الجهد والعطاء وكل الموظفين. حقيقة الأمر ما التمسناه داخل مصرف جمهورية كاباو العمل المنظم وتكاتف الجهود الجميع، وأيضا قام مصرف جمهورية كاباو بتوزيع السيولة، وهذه السيولة مستمرة مدة سنة أو أكثر، وكانت يعني قيمة السيولة 2000 دينار. لاحظنا يعني الأمور ماشية يعني بصورة صحيحة، ونتمنى لهم كل التوفيق وبارك الله فيهم، والله ولي التوفيق. السلام عليكم.